جيب كده شيبويا وبعدين انزل على ده كده وبعدين جيب الكاميرا. بقى حلم حياتي يا بقى نتفرج. الورقه بتاعتي دي ورقه انا كتبتها من وانا عندي 14 سنه يا جماعه. دي حاجه جديده بتتحقق عشان تعرفوا ان الحلم ملوش مش مستحيل. فين هنا visit the hatchy dog status in Japan. visit the hatchy dog status in Japan. انا بعملها يا جماعه. اقول دي بدايه البتاع. هنروح نتفرج مع بعض على 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 بتاع على على التمثال بتاعه. واحد عنده 14 سنه رجاله بيشوف التمثال ده جاي مخصوص عشان يتصور مع التمثال. شوف صغير ازاي ولا حاجه بس الحلم. طبعا نشطب على الكلمه. ضن يا جماعة حصل الحمد لله. احنا في اليابان انا اشتطت على ورق حاجة تانية من اللي انا عاملها عشان خاطر بس ان احنا كنا نيجي نبص على التمثال ده. حلم كان كبير جدا يا جماعة ان احنا نعمله. انا سعيد بجد سعيد الحمد لله. خليكم معانا تابعونا هنعمل حاجات كتيرة جدا ان شاء الله. فكركم في طوكيو قدام تمثال هاتشكو في اليابان.